انضم لي هنا بالاستوديو الدكتور نايف الوقاع، رئيس قسم الدراسات المدنيه في كليه الملك خالد العسكريه. حياك الله دكتور نايف. يعني حكومه قطر او تنظيم الحمدين في حكومه قطر يعني قاعد في الاخير سحب جنسيات اغلب الشعب، سحب جنسيات الشيوخ. صحيح. شو نقول عن التنظيم هذا واللي قاعد يصير فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لا شك أن ما تقوم به قطر يعني عملية يعني مزدوجة ومتناقضة. عندما ننظر إلى سحب قبائل، سحب جناسي فخذ الغفران قبل كم سنة ويبلغ عددهم بالألاف، صحيح، والآن تجرأت إلى أن تسحب جناسي رموز وطنية قطرية ورموز عربية وخليجية من قبائل عريقة كالشيخ طالب الشريم باللهم الشريم، وقبيلة المرة تنتمي إلى قبيلة يام العريقة الكبيرة كما هي موجودة بقدم الجزيرة العربية، كما هي شقيقتها قبيلة العجمان. هذه القبائل العريقة العزيزة ممتدة عبر الوطن العربي ومتواجدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي عندما يلجأ النظام القطري إلى التسويق على أن المسبب الرئيسي لسحب هذه الجنسية هو ازدواج الجنسية، هذا الدعاء ينفيه الواقع. ايوه، لانه لو كان ازدواج الجنسيه سبب للسحب كيف تغفل عنه فتره طويله وتعرف ان الشيخ طالب له علاقات شخصيه مع كل قاده دول مجتمع الخليج؟ نعم. وعلاقات مصاهره ونسب. الامر الاخر، اذا كان ازدواج الجنسيه يمنع ان تكون مع هذه القبائل العريقه، لماذا لم تسحب من عزمي بشاره؟ عزمي بشاره لديه جنسيه اسرائيليه وادى اليمين في الكنيسة الاسرائيلي. شيخ، الغريب انه يعني تجنيس لاعبين واخوانج وناس مطرودين من دولهم وناس ما تسوى، ها، وفي الاخير شيوخ قبائل وقبائل كامله، ها، يشيلون يعني عدد كبير جدا منهم ويسحبون جناسيهم. الان الهواجر في 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 قطر، ربع قطر بالتاكيد موجودين في كل مكان ولهم ثقلهم كذلك، يعني بيحط مكانهم من الاخوانج اللي عندهم ولا؟ بالتأكيد، أنا كما قلت لك النظام القطري مفصول منفصل عن الواقع تماما، لا يدرك ماذا يفعل بعد أن تم تعريته وتسليط الأضواء على الأدوار التخريبية والإجرامية التي قام بها ليس في المنطقة الخليجية بل على مستوى العالم. الهند الآن بدأت تشتكي منه، نيجيريا، الصومال، كل قارات، ليبيا، تونس، حتى أمريكا اللاتينية. وبالتالي نقول أن هذا النظام القطري فقد صوابه عندما يستهدف مكون شعبي أساسي ومثل هذه الشخصيات الاعتبارية والرموز الوطنية في دول المجتمع الخليجي، فإنه دق المسمار الأخير في نعش نظام الحمدين. طيب، من سيبقى في قطر إذا قلنا أن القبائل هذه كلبوها يعني يسحبون جناسيهم وبهذا الشكل يعني اللي فشل، من سيبقى لهم في قطر؟ يبلغ عدد القوات المسلحة القطرية تقريبا 10,000. كل هؤلاء استبعدهم نظام تميم ولم يثق بهم، وبالتالي استقدم ما يقرب من 5,000 جندي تركي. تركيا خرجت بمعارك مشرفة قام بها القطر للتحرر من هيمنة الدولة العثمانية، وتميم يعود بهم باحتفالات ويسلمهم إرادة قطر. تميم يريد أن يسلم قطر إلى النظام التركي وإلى مستشاري الحرس الثوري الإيراني، يريد أن يفرغ قطر من مكونها الأساسي وهي القبائل العربية الأصيلة وهذه الرموز الوطنية التي لا تعرف الخيانة ولا تعرف الازدواج ولا تعرف العمل بوجهين، ولذلك يريد أن يفرغ هذه المنطقة لأنه فقد حقيقة صوابه. لأن الآن الحصار الذي أو المقاطعة التي تمت عليه والحصار الذي فرضه العالم على قطر حقيقة، ليس دول المقاطعة بل العالم الآن فرض الحصار على قطر لأنه أصبح يتوجس خيفة من التعامل معهم، حتى الشركات الاستثمارية خرجت من قطر. الخطوط القطرية كانت مرشحة أن تأخذ الرقم الأول في الشرق الأوسط، الآن على وشك إعلان إفلاسها، وبالتالي الآن حصل عدد كبير من الموظفين بالتأكيد، ولذلك هذا النظام انسحبت كثير من الشركات الاستثمارية، باع كثير من الأصول القطرية، الآن هو في مرحلة الرمق الأخير، ولذلك لا نستغرب أنه يزج الآن. آخر تقارير نشرتها مجلة لوبان الفرنسية، أكثر من 20 من أسرة آل ثاني الكرام في السجن، محطوطين بالسجن لا يطلع ولا أبدا. ولذلك لاحظ في حفل قبائل قبيلة العجمان الذي استضافت قبيلة يام والمرة، من الذي حضر؟ حضر الشيخ سلطان بن سحيم وهو من رموز الأسرة المالكة، وبالتالي هذا فقد شرعيته الاجتماعية
وفقد شرعيته حتى في أسرة آل ثاني، وفقد سيطرته الأمنية والعسكرية حتى على قطر، ولذلك اضطر أن يستدعي. يعني مدام أنه قاعد ممثلهم في 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 جامعة الدول العربية يقول إيران شريفة، بالتأكيد هو يرى شريفة من وجهة نظر. طيب 2001 سحبوا جنسيات الغفران نعم، أكثر من 2005 سحبوا 6000 جنسية القطريين. صحيح. 2006 إعادة الجنسية لبعض العوائل بعد ضغوطات دولية كبيرة. 2017 سحب جنسية شيخ آل مرة و54 من قبيلته. 2017 أيضا سحب جنسية شيخ شمل بني هاجر ومجموعة من عائلته. إذا إحنا أمام حكومة قاعدة تتخبط. بالتأكيد قطر أنا في رأيي أنه الشيخ تميم لا يملك من الأمر شيء. من يدير هذا الأمر هي مجموعات عزمي بشارة، خلايا عزمي بشارة بإسناد ودعم ديني من يوسف القرضاوي. وبالتالي لاحظ أنه هذه القبائل الضخمة الكبيرة جدا التي لها امتدادات ربما تكون أقدم، بالتأكيد هي أقدم من تاريخ قطر كدولة، نلاحظ أن الإجراءات المتخذة ضد هذه القبائل لا يمكن أن تصدر من إنسان يحمل قيم عربية، قيم نبيلة، قيم أو يعرف عادات أهل الخليج. أهل الخليج أو دول منطقة الخليج وخاصة حكام الخليج قد تصل الأمور إلى أبعد أمور، لكن تبقى هناك كرامة، يبقى هناك نبل في التعامل، يبقى هناك حتى مع المختلف معه. حتى مع المختلف. ولذلك لاحظ في سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله حتى عندما ينتصر على الخصوم في المعارك يبقيهم في مكانتهم، يعطيهم الأمان، يعطيهم كل ما يحتاجونه. لا يوجد حاكم خليجي في التاريخ القديم أو الحديث أساء إلى القبائل أو حاول أن 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 يعني يستأصل هذه القبائل أو أحاول أن يذلها أبداً، إلا نظام الحمدين في رأيي، لأن من يدير قطر ليس هو الشيخ تميم مطلقاً، هذا رأيي الشخصي. وين رايحة قطر مع عيال الجزيرة العربية هذول؟ مشكلة قطر أنها كانت سياسية في السابق، كانت خصومة سياسية مع أربع دول، صارت اجتماعية. الآن صارت اجتماعية، وللأسف أنه اختار القبائل الخطأ. قبيلة يام هي من أعرق القبائل، ويعرف عن قبيلة يام حقيقة أنها لا تنهزم في الحرب مطلقا سواء المعنوية أو المادية، قبيلة مرة، قبيلة العجمان، فبالتالي هو سيخسر هذا الرهان بالتأكيد. الكل شاف الاحتفال الكبير جدا اللي يقيم في الأحساء، التواجد الكبير جدا من هذه القبائل، هذول كلهم ما جو يعني مجبرين أو مرغمين زي اللي يوزعون دراهم هو جاي من المطار، يعني هذولا جايين لأن شيوخ قبائلهم تعرضوا لهزة في 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 مكان كانوا يعتقدون أنهم معزين مكرمين فيه. الحفل حدث في انطاع وهي ديرة بن حثلين على ما يذكر على ما أعرف، ولذلك نقول أنه هذا التجمع وهو جزء حقيقة ليس كل قبائل يام، قبيلة يام ممتدة من حدود اليمن إلى إلى الكويت، وبالتالي هي جزء من قبائل يام التي حضرت. وبالتالي نقول أنه هذه القبائل كما ذكرت لك أنها ربما تفقد شخص منهم يضحي بروحه ويضحي بنفسه دون أن يغير ولاءه، دون أن يخون، دون أن يكون له وجهين. ولذلك أنا أقول أن نظام الحمدين اختار المعركة الخطأ مع القبيلة الخطأ في الوقت الخطأ. أخوي الدكتور نايف الوقاع شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله أن الأمور إلى خير. لكن قبائل يام تحية كبيرة جدا لهم على هذا التواجد وهذا الدعم لشيخ قبيلتهم. حفظ الله المملكة العربية السعودية رجالها قبائلها بكامل أطيافها، وأشكرك سيدي ويعطيك العافية، ولازم نتواصل ثاني. شكرا لكم، وأتمنى أن تزول هذه الغمة. الله يحفظك. شكرا لك. تسلم.